المؤهل. نروح بقى للسوق كده، وابراهيم عزت مراسلنا في سوق سليمان جوهر بالدقي، نعرف منه اخبار كده الاسعار، وفي انخفاض ولا لا، في اقبال ولا لا، يعني عايزين نعرف كده زي نظره شامله عن حال البيع والشراء في الاسواق. ابراهيم صباح الخير عليك. صباح الفل نهاوند، صباح الخير يا محمد. يعني زي ما كنت بتقولوا، يعني مع قصر الموجة الحارة اللي كنا فيها الأيام الماضية، زي ما شايفة في الصورة دلوقتي الأسر بتبتدي تصحى بدري كده وتنزل بتشتري الخضروات. والحقيقة خلينا عشان نبقى نكون متفقين يا نهاوند، البامية نزلت 5 جنيه، كانت ب25 بقت ب20. ماشي يا إبراهيم، أنت عارف أنا مهتمة جدا. صحيح، فقلت لازم يعني انقل لكم الخبر السعيد دوت في البدايه. ودلوقتي خلونا نتعرف يعني على حركه البيع والشراء والاسعار، خصوصا اللي احنا دخلنا في ثالث اسبوع في شهر رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. معايا دلوقتي عم شعبان اللي هيعرفنا على اخبارك ايه. صباح الفل. صباح الخير، انا محمود مش عم شعبان، انا شعبان دخل. كان الاتفاق ماشي. اهلا بيك يا محمود، قول لنا احنا في ثالث اسبوع اهو، الاخبار وصلت ايه دلوقتي والاسعار عامله ايه في شهر رمضان في ثالث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول بدايه، احنا طبعا في اول رمضان كانت الحاجه طبعا غاليه جدا. اول اسبوع رمضان الحاجه ابتدت تنزل، يعني عند الفلفل طبعا ده بيجي كان 8 جنيه، كان الاول ب 10، النهارده الاسبوع ده ب 8 جنيه. فلفل الالوان كان ب 22 جنيه وب 27 قبل رمضان، النهارده ب 15 جنيه. الخيار نفس النظام، كان عندي ب 8 وب 7، النهارده برضه ب 7 جنيه. الخيار ده سوب، في منه النوع البلدي ب 4 و 5 جنيه. الطماطم كانت الاول ب 10 وب 12، النهارده ب 5 جنيه. يعني الكلام ده قبل رمضان اللي كنت بتكلم عليه، ب 10 و 12 قبل رمضان. يعني وانت بتتكلم زي ما احنا ما شايفين مشاهدينا، بنستعرض مع حضراتكم المنتجات في صباح هذا اليوم وبداية الاسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم. خلينا اسألك يا محمود، يعني الاسعار ديت احنا موجودين في الدقي، وزي ما انت عارف اللي هي يعني في فئة بتتعامل معاكم، هل الاسواق التانية في المناطق البسيطة، الناس البسيطة والاسر المصرية البسيطة اللي مننا كده بتنزل تشتري الخضروات، الاسعار بتبقى زي ما هي تقريبا، ولا بيبقى في تفاوت في الاسعار واختلاف؟ كل منطقة وفيها السعر بتاعها، يعني مثلا منطقة زي هنا الدقي طبعا منطقة راقية، فطبعا فيها سعرها، يعني هتلاقي سعرها مرتفع عن أي منطقة تانية زي إمبابة، زي بولاء، زي الحتة الشعبية، يعني مثلا دي هتلاقي السعر بتاعها هناك غير السعر هنا. يعني هنا أنت في منطقة زي الدقي دي ماسكة المهندسين وماسكة العجوزة وماسكة الدقي وماسكة النيل، يعني ماسكة يعني منطقة ماسكة، يعني هتلاقي السعر بتاعها مرتفع عن أي مكان تاني. نعم، زي ما أنت عارف بقى المصريين كده قبل أي عيد أو شهر رمضان لازم يخزنوا ولازم بيجوا الأول، ولكن مع دخول شهر رمضان وإحنا شايفين يعني الناس بتبتدي تتوافد، وإحنا لسه في الساعات الأولى من بداية اليوم، الإقبال عندك بيبقى قبل الفطار بعد الفطار، الناس بتشتري استلزاماتها إمتى وخضرواتها إمتى؟ عندنا إحنا هنا يعني في كل وقت، يعني محل اللهم صل على النبي يعني محلنا مشهور، فكل وقت يعني في كل وقت في زبون بيخش بيشتري حاجات، يعني متواصلين 24 ساعة، إحنا كل وقت في كل شغلنا شغالين فيه. نعم، اخيرا يعني السلع الاكثر مبيعا او اللي المواطن ما يقدرش يستغنى عنها زي القوطه مثلا بيستخدمها في الـ 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 السلطات، السلطات عندنا السلطات الخيار والقوطه اكثر استعمال في شهر رمضان، نظام السلطه والحاجات الطبيخ والحاجات دي في رمضان. نعم، اكثر حاجه بس يعني تلاقي عليها ضغط اكثر الخيار والطماطم والفلفل، الجزر طبعا، الفلفل الحامل، السلطات، الحاجات دي. كل سنة وانت طيب ويومك زي الفل. نهارك أبيض. السلام عليكم. نهارك أبيض، شكرا جزيلا. إذا زي ما احنا ما شفنا نهاوند ومحمد، دي كانت جولتنا من هنا من سوق سليمان جوهر بحي الدقي، وتابعنا مع حضراتكم بالتأكيد يعني حركة البيع والشراء، ربما زي ما محمود قال لنا الأسعار بالتأكيد يعني ابتدت تنزل، القوطة اللي كانت بيقول ب 12 وب 9 وب 8 النهارده ب 5، والباميه طبعا كان 25 النهارده ب 20، فبالتاكيد في يعني حركه افضل. كل سنه وكلكم طيبين بالتاكيد، وكل مشاهدينا طيبين في كل مكان. وانت طيب يا ابراهيم، بنشكرك جدا جدا على اللقاء ده، وزي ما ابراهيم كده بيقول لنا او طمنا الاسعار
بقت افضل، ونتمنى كمان يكون في اقبال. ابتدت فعلا تنزل من حركة اول رمضان وحركه الشراء، وكويس ان احنا اطمنا على الباميه، كويس ان اطمنا لو هو عارف ابتدى معايا بالباميه فكويس ان الدنيا نازله شويه. لكن دايما في رمضان ما تلاقيش في اقبال على الفواكه كتير او الفاكهه، يعني دايما تلاقي خضروات اكتر طبعا عشان طبق السلطه وغيره، لكن دايما تلاقي عاداتنا احنا كمصريين ما نشتريش فاكهه كتير في رمضان. مش عارف الكلام ده متفق معايا فيه ولا لا، لكن الحلويات هي البطل. الحلويات الشرقيه طبعا هي البطل طبعاً، في رمضان ما تتقارنش يعني. ممكن نعمل كنافه بالمانجا. كنافه بقى، يبقى راضيه الاثنين. طيب نروح